صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من الحدود الجنوبية وتحديدا من منطقة الخيام وخلفي مباشرة مستعمرة المطلة. يعني فعليا الأجواء هادئة الآن، نحن في الجنوب، يعني اليوم حتى الساعة لم يسجل أي حدث أمني. الأجواء كما ذكرنا هادئة، الحركة من الجانب اللبناني شبه اعتيادية، ويعني لاحظنا بعض العائلات التي خرجت لقطاف الزيتون، وبعض العائلات التي خرجت، وبعض المزارعين الذين خرجوا إلى حقولهم في المناطق المحاذية للشريط الحدودي. فإذا مشاهدينا كما ذكرنا الأجواء هادئة، نحن الآن كما ذكرنا تحديدا هذه أمامنا مستعمرة المطلة، ليس هناك أي حركة غير اعتيادية، الحركة شبه مشلولة داخل المستوطنات. هناك بعض الآليات المدنية والتي يستخدمها الجنود الإسرائيليون في تنقلاتهم داخل المستوطنة. الآن يعني بجوجلة للأحداث التي حصلت أمس، يعني بعد قصف حزب الله لموقع إسرائيلي ردا على سقوط بعض عناصره بقذائف الجيش الإسرائيلي، شهدت بعض المناطق الجنوبية حالة من التوتر. وما حدث بالأمس وتحديدا في المنطقة التي نتواجد فيها الآن، نحن كما ذكرنا في منطقة المطلة، ما حدث بالأمس أنه حصل اشتباك بين عناصر من الجيش الإسرائيلي بين بعضهم. هذا الاشتباك الذي حصل بالأمس هو نتيجة الضياع ونتيجة يعني الإرباك في صفوف الجيش. وأيضا ما حصل في منطقة أفيفيم، حيث أفادت المعلومات الصحفية عن طائرات من دون طيار عبرت الحدود، تبين لاحقا أنها طيور البجع أطلقها حزب الله باتجاه الداخل المحتل. ويشهد يعني غدا هو يوم أو ما يعرف بيوم النفير، حيث دعت حركة حماس جميع أنصارها وجميع يعني المؤيدين لقضيتها بالنفير العام غدا الجمعة. ومن المتوقع أن يشهد أيضا لبنان حركة باتجاه الحدود، حيث يعني يحضر لمجموعة من التظاهرات والتجمعات عند الحدود الجنوبية. ولكن وفق مصادر خاصة لصوت بيروت انترناشونال، هناك محاولة لإقناع حركة حماس ويعني المجموعات بعدم التقدم نحو الحدود. يعني هذه المعلومات التي حصلنا عليها، وأن تكون هذه التجمعات بعيدة نوعا ما عن الحدود الجنوبية. زالت الاتصالات في هذا السياق، يعني بانتظار ماذا ستؤول إليه الأمور. على المستوى السياسي، هناك اجتماع سيعقد اليوم لمجلس الوزراء لمتابعة آخر الأخبار وآخر التطورات جنوبا. يعني فإذا كما ذكرنا أن هناك اجتماع اليوم للحكومة اللبنانية لبحث آخر التطورات على الحدود الجنوبية، وهناك كما ذكرنا دعوات للنفير العام غدا الجمعة. ولكن يعني حتى الساعة هناك محاولات لعدم
يعني التوجه نحو الحدود الجنوبية، أو هناك تمني على قيادة حماس بعدم التوجه نحو الحدود الجنوبية بانتظار يعني الاتصالات التي تجري، وهل فعلا سيكون التجمع في النقطة التي نتواجد فيها في سهل الخيام، أم سيكون التجمع في نطاق في مناطق أبعد، وممكن أن يكون قرب يعني على مدخل الخردلي، أو يعني في الحدود بعيد عن الحدود تقريبا بحدود 5 كيلومتر. وغدا هناك جولة لوزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأمير لهيان إلى لبنان، حيث تأتي هذه الزيارة، وستشمل بعض أيضا المناطق الإقليمية. وتأتي هذه الزيارة في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة. على أن تبدأ هذه الجولة اليوم، وستشمل كما ذكرنا لبنان. فإذا بعد الشبكات الأمس يخيم الهدوء الحذر على جانبي الحدود جنوبا، وخاصة في القطاع الشرقي حيث نحن متواجدون الآن، انطلاقا من محور تلال العديسي ومحور مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، يخرفه تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق المناطق المحتلة في الجليل الأعلى، متزامنا مع تحليق مماثل الطيران المروحي فوق المزارع وصولا حتى أجواء المناطق المحررة. وهناك دعوات اليوم إلى في النبطية وفي صيدا إلى تجمعات دعما للقضية الفلسطينية ودعما لأهل غزة. يعني كما أشرنا مشاهدينا الكرام، الأجواء الآن هادئة في الجنوب وتحديدا في المناطق التي نتواجد فيها. أما في قطاع غزة يستمر القصف الإسرائيلي على هذا القطاع، حيث يعني هناك مطالبات بفتح ممر إنساني، وذلك لمنع الانهيار الصحي. وأفدنا أن مؤسسات إعلامية في غزة توقفت عن العمل بعد نفاذ الوقود لتشغيل الكهرباء فيها وانقطاع الإنترنت بشكل شبه كامل عن القطاع، ما يؤثر على عمل تلك المؤسسات بما فيها الفضائيات العربية والدولية. بعد مش مأكد بتحكي مع هذا الحرشي توبن. يعني فإذا مشاهدينا الكرام، مجري صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، الأجواء كما ذكرنا لا زالت هادئة في الجنوب، نحن في القطاع الشرقي أيضا عند القطاع الغربي في المناطق التي شهدت توتر مروحين، ويعني في منطقة مارون ويارون وعيت الشعب هناك هدوء حتى الساعة، لم يسجل أي حدث أمني يعني يمكن يعني الحديث عنه.
باستثناء يعني ما حصل بالأمس ليلا في هذه المنطقة، أيضا صباح اليوم ما حدث، يعني حيث قام عدد من الشبان بالتقدم نحو السياج، هنا السياج الشائك، ورفع بعض علم حركة أمل وعلم أيضا فلسطين. لا يظهر لنا في الكاميرا، ولكن هناك يعني شبان حاولوا ولكن دون أن يتعرضوا لأي إطلاق نار. نشاهد الحركة في المستوطنة. هذه المستوطنات، نحن كما ذكرنا هذه مستوطنات المطلي تحولت إلى سكنة عسكرية كبيرة، لا يوجد فيها مدنيون، بل فقط يعني هناك جنود إسرائيليون يتحركون بطريقة غير ظاهرة يعني، وهناك بعض الدبابات المركبة المنتشرة داخل هذه المنطقة. الرئيس الإيراني يقول أنه سيواصل دعم المقاومة الفلسطينية بكل قوة ويفتخر بذلك، ويقول أن جبهة المقاومة حققت في الأيام الأخيرة انتصارات عظيمة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول ارتفاع عدد الإصابات في سيدي روت إلى 4، بينها إصابات خطيرة جراء سقوط عدد من الصواريخ. كتائب القسام تعلن استهداف قاعدة رعيم العسكرية برشقات صاروخية. فإذا كما ذكرنا هناك اجتماع اليوم للحكومة لبحث التطورات عند الحدود الجنوبية، وأيضا هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان. أيضا بما خص التجمعات يوم النفير نهار الجمعة غدا، هناك كما ذكرنا يعني اتصالات تجرى لتكون التجمعات بعيدة نوعا ما عن الحدود، لتكون التجمعات بعيدة عن الحدود الجنوبية يعني. فإذا المشاهدين الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتي على الفيسبوك، هذه هي الأجواء تحديدا من الجنوب ومن منطقة حيث نحن نتواجد، وخلفنا كمرة المطلقة. فتكلم معكم بهذا البث المباشر، كما محمد هديف فواز صوت بيروت انترناشونال.